بابا نويل ملوحا بيده في النجف في حضور ملفت سجله هذا الرجل الثلجي في المحافظة وأسواقها ومحلها التجارية. مصطفى شاب يملك مكتبة خاصة، أحضر ملابس بابا نويل وراح يلبسها متنقلا بين أماكن عدة محاولا إيصال رسالة سلام ومحبة. أنا من كنت صغير كنت أحلم بابا نويل يجيني، وحاولت أنه أحقق الحلم لكثير من الأطفال بهذا المشروع، وإن شاء الله نقول رسالتنا وصلت للعالم. كل رحب بالفكرة هاي وبارك بهاي الفكرة، لأن شيء جديد، شيء حلو، شيء حضاري، لأن هي بالأساس هي زرع فرحة للأطفال. بوابات محل نجف وضعت أشجار الميلاد الخضراء المحاطة بالمصابيح الملونة، وملابس بابا نويل الحمراء التقليدية تشهد إقبالا واضحا لدى الناس، ومن لا يشتري يكتفي بالتقاط صورة للذكرى معها خاصة الأطفال. أصحاب المحال اعتبروها مشاركة للمسيحيين وخاصة للعراقيين منهم في أعياد الميلاد التي تزامنت هذا العام مع ولادة النبي محمد. حبينا نسوي فقرة قلت اللي يقول تقرب الود بيننا وبينهم إن شاء الله، وكل احنا ولد عم ولد آدم وحواء. هالسنة أكثر ناس اللي طيعاب للتجار بمناسبة رأس السنة بمناسبة العيد للمسيح لتوحيد الكلمة إن شاء الله أنه ضد الإرهاب، توحيد هاي الاحتفالية، ضد العنف، ضد كل كلمة الكراهية. ارتفاع مظاهر الزينة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في شوارع المدينة ومحلها رافقتها دعوات بالسلام وعودة جميع المسيحيين النازحين إلى مناطق سكنهم. نتمنى لهم إن شاء الله للمهجرين المسيحيين العودة إلى بلادهم، وطبعا احنا نشارك مثل ما هم شاركوا ويانا في احزاننا مع الامام الحسين، احنا نشاركهم في احتفالاتهم بمولد نبي الله عيسى عليه السلام. وتتزامن اعياد ميلاد السيد المسيح هذا العام مع ولاده النبي محمد، ما دفع الكثيرين الى الدعوه الى احياء قيم التعايش والمحبه والسلام التي جاءت بها رسالات السماء. حضور بابا نويل هنا في النجف لم يره الكثيرون مفاجئا، فلطالما كانت هذه المدينة مدينة للتعايش السلمي بين جميع الأديان. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.